اليوم كما عبد العزيز حريقة. المطبخ اليوم حريقة. أمسي عليكم يا شباب شوي ونجدد اللقاء. من الشباب؟ أبو علي. أبو علي شوية وجدد اللقاء. هذا شوية بس. أركض بدايتك. يا ريت بس يكون الأربعة كلهم موجودين لأن في رسائل حترسل اليوم. النجم نجم. هذا أكيد. كل يوم يسطع فوق. حط بث مباشر. كل يوم علي يرقى فوق ولا أنا نجم والنجم دائم يزداد نجوميته. جبل أبو علي جبل. إيش؟ جبل ما بقول عبد العزيز. ليش تقولها يا ابن الحلال؟ جبل أبو علي. لأن في ناس يرد يقول أبو علي جبل. ايش قال ايش اسمه حسن الدوسري الله يستر عليه؟ يا ناطح الجبل الاشم بقرنه رفقا بقرنك ما ادري ايش بعده والله زد الاسلو. يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح. طبعا يا ابو علي ما عدوا الشباب اسولف مع الشباب مع الكاميرا شويه اسولف ايش رايكم مع المشاهدين اسولف شويه. طبعا مساكم الله بالخير اعزائي المشاهدين وأسعد الله أوقاتكم. طبختنا اليوم بسيطة أو شيء نعطيكم المطبخ والحاجات المطبخ خفيفة بس طلب بسيط من المشاهدين ومن المتصلين. أنا طالبكم طلبة. مسلم أبو علي طلبة. أنا طالبكم طلبة تكفون. أرمي عمامتي عليكم. تكفون. خلاص يقولون إيش يقولون في الهاشتاج. فضلا وليس أمرا. تم. فضلا وليس أمرا. لا يتصل أحد إلا هو فاهم. وإذا الشباب سووا الطبخة لا يقول شيء. في ناس هنا يرجع قال لا هذاك لا 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 تلخبط يخربط. فانتوا تقولوا احنا نلعب ما نلعب. انتوا المتصلين اللي تخربون الطبخات. لا 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 تكفون. انا فداكم. انا فدا عمركم. ابغى المتصل يتصل. اذا انا غلطت في حاجه خلاص خلي يعدل ملحها يعدل شيء خلي الشباب ياكلوا منها ما ترمي في المتصل. يا ليت اذا شاف المتصل انه غلطان يتصل يعدل حاجه بسيطه لا يقول هذاك غلطان. خلاص خلي الدرعه ترعى زي ما هي. خلاص خلها يوصل حط خربط بس على الاقل شيء يوكل شيء يوكل. تكفون المتصلين انا فداكم. انا انا اتصل عبد العزيز اتصل ناصر اتصل هذا غلطان بس وسلا قال هذا غلطان. تكفون انا المتصل اللي بيتصل يعطي اللي فاهم الطبخه او فاهم الحلقه يتصل بحذافيرها يعطي لان نفس الاتصال انا اسمع كله كامل اسمع الاتصال كامل. يا سلام. بس انا ما ودي ادخل مع الشباب واتكلم يقول ابو علي عدل عدل. فتكفون انا فداكم. انا فدا عمركم. اتصلوا يلي يفهم الطبخه يتصل اللي ما يفهم يتفرج لا يتصل يخرب على الشباب في مسابقه وفي منافسه. والله يعطيكم العافيه. بيض الله وجهك ابو علي. ان شاء الله لا وان شاء الله انه ما بيتصل للي عارف. يا ما قلنا شيء. في ناس يتصلون ما هم فاهمين الطبخه ويخربون على الشباب. يخربون على الشباب واللي هناك ياخذها وينقلها للشباب. ينقلها للشباب. يجي قال يتصل واحد ثاني فاهم الطبخه وينقلها للشباب. ما ادري اذا الحين من الصح ومن الخطا. يا سلام. واحد يتصل يعني مخربط وفي واحد يتصل صح. يا سلام. فانا اللي ابغى بس ان نفس المتصل او المتصل الله يعطيه العافيه يكون الاتصال يكون عنده خبره فاهم. بس لان الشباب يمشون على الخطوات. انتوا اللي تعطونهم الطبخه. انتوا تقولوا سووا 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 يعني انتوا تخليهم يغلطون. انتوا خليتهم يصيبون. انتوا ما هم يعني انتوا مش على كلامكم حيجيب الطبخه صح. يا سلام. ونمسي بالخير على فقره بروفايلك.